اهلا، مرحبا بكم في الفيديو اللي غادي ندوي فيه على واحد المعلومه مهمه في هذا الوقت هذا اللي بقى مهم تعرفها حاليا باش تخدم بواحد الطريقه صحيحه وما تكونش غادي غير خدامه صف. هاد المعلومه اللي بغيت نشارك اليوم هي انك خاصك تشد المنهجيات، كن اكيد انك واخا تحفظ واخا تلخص خاصك ضروري المنهجيات ديال الخدمه. المنهجيات يعني طريقة ديال الخدمة للتمارين أو للفقرات أو للتمارين اللي كاينين في الجهوي ديال كل مادة. علاش قلت هاد المعلومة؟ حيت هنا فين كاين الماكلة ديال النقط، حيت كاينين بزاف ديال الناس واخا كيكونوا هازين معلومات ما كيعرفوش كيفاش يوظفوهم. كيفاش توظفوهم أخويا في الجهوي؟ راه هو أنك تكون ضابط المنهجيات ديال كيفاش كتوظف دوك المعلومات اللي عندك. يعني فاش كيسولك السؤال كيفاش طريقة ديال الجواب كيفاش خاصها تكون. فأحاول أنك تركز في المدة اللي بقات على المنهجيات ديال التمارين ديال كل سؤال في كل مادة. وهذا الشيء هذا راه كيغفلوا عليه بزاف ديال الناس اللي تيكونوا تحفظوا بواحد الطريقة اللي غير غادا هكاك. فحبيت نشارك معكم المعلومة هذه اللي هي معلومة ضرورية، وبزاف ديال الناس اللي دوزوا قبل منكم واللي دوزوا أصلا الامتحانات في هذا العام راه المشكل اللي كان عندهم هو المنهجيات ديال الإجابة ما كانوش كيوظفوها، كانوا كيوظفوا بواحد الطريقة ديال أكل الأحمد التفاح. يعني داكشي نيشان ما ماشي زعما كيما مصاوب منهجيا واكاديميا. فراه انت كتقرا يعني بطريقه اكاديميه بواحد الطريقه اللي ممنهجه، فضروري عليك انك فاش كتجاوب بالمنهجيه اللي دايرينها لذاك السؤال. وكن اكيد ان كل سؤال تتكون عنده واحد المنهجيه خاصه به. كل سؤال حتى في الاجتماعيات المنهجيات اللي شاركت في الكورس إلا ما تبعتيهمش وما درتيهمش ما تيكونش واحد الجودة في النتيجة. مهم الأستاذ يقدر يتساهل معاك يحط لك نقطة ما بيهاش، ولكن باش تجيب النقطة فعلا ضروري خاصك تتبع المنهجيات في هذا الوقت اللي بقى. حاول أنك تعرف على المنهجية ديال كل سؤال، غادي تنفعك مزيان في الجهوي هذا. وتفكرني بها هاد المعلومة ضروري بغيت نشاركها اليوم. شكرا على الاستماع، ونتلقى في الفيديو الجاي. الى اللقاء. ما تنساوش تشتركوا في القناة الثانية، حتى هي راه كنحط فيها شي حوايج اللي ضروريين. مرحبا بكم، الى اللقاء.